الموضوع اللي أثير اليوم في اليوم الثاني في الملتقى هو موضوع البلوك تشين، وهنا منظمات عالمية يحاول أن يربطن الكلاستر الأساسيين أو العناصر الأساسية أو المنظومات الأساسية لتدعم الاستثمار العقاري بالذات. وهنا طبعا البنوك والسجل العقاري والتسجيلات والتخطيط العبراني والمنظومة القانونية بشكل عام، المحرر العقود والتسجيل وكاستمر وملاك إلى آخره. فهي منظومة تحاول أن تشتغل بشكل انسيابي يسمح للمستثمرين بإنهاء برامجهم العقارية واتخاذ قرارهم بشكل جيد.